يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نقرأ نشيد الزمان، نشيد الأحرار الذين يناصرون الحسين في كل زمان ومكان. ارفعوا أيديكم وأقروا بهداوة وأقروا بروح ثورية كما أقرأ. اقرأوا معي: حسين نشيد الزمان. بارك الله فيكم. صرخة العراق صرخة الحشد ايدك وصوتك. يا قتيل العبرات حسين، ما عدنا غيرك. يا أسير الكربات أنت حي. سيدي أبا عبد الله، أين الذين قاتلوك؟ أين الذين حاربوك؟ أين الذين قتلوك؟ أين هم سيدي أبا عبد الله؟ أين سلاطينهم؟ أين دولهم؟ أين حكوماتهم؟ كلهم ماتوا، كلهم هلكوا، أنت باقي أبا عبد الله، حي في النفوس، في القلوب، في الضمائر، في كل زمان، من جيل إلى جيل. أنت حي كالصراط المستقيم حسين. بارك الله بك. أنت مهدت لنا نهجا قويا أنت يا خامس أصحاب الكساء. أنت علمتنا التضحية والفداء. في كل زمان بك تربو الحسنات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بك محو السيئات.
حق أهان وقليل بحقك أبا عبد الله، حق أهان تبكيك حزنان كل عين. حق أهان تبكيك دمان كل عين. ما شاء الله ما شاء الله. بأبي أنت وأمي يا حسين حسين. ما شاء الله. سيدي أبكيك للشيب الخضيب. صرخات دياله. سيدي أبكيك للجسم السليم. سيدي أبكيك للخد التريب. سيدي أبكيك منهوب الرحال. سيدي أبكيك مسبي العيال. وخرجت آه يا زيد، ستبقى هذه القلوب تدمى وتنزف دما وبكاء عليك أبا عبد الله وعلى عيالك وعلى أهل بيتك. ساعد الله قلب زينب. وخرجت زينب تنادي. وسيبقى نشيد الزمان، نبض قلوب المحبين والشرفاء والأحرار الذين يركبون وراكبين في سفينة الحسين، صرخة الموالين المستضعفين، وصرخة ضد الطغاة وضد الظالمين، صرخة العراق وصرخة كل الأحرار في العالم، وصرخة الحشد وصرخات كل المقاومة في العالم، وصرخات المؤمنين آباء وأمهات والشهداء والجرحى والأيتام. وسنبقى ننادي في كل زمان ومكان حسين. بارك الله فيك. ما أرضينا على حبك دور لا ينسى ولا يخفى. ما عندي مجال أقرأ لك الليلة. ملا محمد إن شاء الله يخدم المجلس الليلة، فبس هاي الفرصة دقيقتين نواسي ونجدد العهد. ما أرضينا على حبك دور لا ينسى ولا يخفى، من عيد وانا كيل كانت بينا تريد تتشفى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
آباءكم قروا هاي القصيدة. ياسين رحمة الله عليه قراها عندكم هنا، وآباءكم وأجدادكم لطموا. مين عيد وانا كيل كانت بينا تريد تتشفى، علينا أفرض وأحكم بلا رحمة ولا رأفة، حتى مني يجي نزورك على العادات المتلفة، يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة، قال اللي يزور حسين، قال اللي يسمع العالم، قال ضبها ضبها. آه ولا مهما يكون ظرفة علمي الذهب يدفع رسم زيارته يكلفة، دفعنا وكل شخص منا يشعر بعد ما وفى، شين هو الذهب شين هو المال شين خلي يسمع العالم شين آلي حبيت وطني الحدفة، دفعنا وكل شخص منا يشعر بعد ما وفى، هو الذهب شين هو المال يحل علي زور حسين داين قطع جفة، نطنا جفوفنا بالحال وركضنا نزوح عنك ما منعنا قطعوا. هذا تاريخنا، هذا شعارنا، عنك ما الألم ما صحنا. يا الله سمع العالم جاوب يا حسين. لا صيحت ياسين، الله يرحم آبائكم أجدادكم. ضبها ضبها ضبها، إلكم إلكم، هاي هدية إلكم. آه على سيرة عقايدنا نحبكم يا بمداح الباب، فتشنا بمحبتكم وما ظل على العين حجاب، لا حب محترف طامع ولا حب هاوي شبي وغاب، حب المحترف عنده بتحقيق الأرباح حساب، وحب الهاوي يتنقل ويهواه على ساعة وغاب،
الحب حبنا العلى الفطرة، الحب بعد بعد الحب حب العالم اعتقد بالألباب رواد الأصول تقول علي اعتقد ما ينعب حبيناكم وإحنا بين الرحم والأصلاب وعلى هاي العقيدة نسير على خلنا سمعك بعد على على هاي العقيدة نسير الحاضر واليجي والغاب وعلى كل صوت من عندكم نرفع صوتنا بإجاب بصوتك من صحتي هل منا عيدها عيدها بصوتك صوت يا الله يا الله ما بين الأصلاب احنا جاوب جاوب خلي شوف الشيعة الناس حسين بضماير صيحات بارك الله فيكم فدول هاي الايدي فدول هالاصوات لا صيحة عواطف لا ما شاء الله ما شاء الله هذه من مبادئنا ارفع لي ايدك بارك الله بك ارفع لي ايدك اهل ديالة انتم عزة وافتخار ضحيتوا قدمتوا شهداء جرحى اطفال رجال نساء بارك الله فيكم سدها ايدك سدها ختام المجلس خلي يسمع العالم لبيك يا حسين صرخة العراق وصرخة الحشد لبيك يا حسين بارك الله فيكم صلوا على محمد وآل محمد قال مولانا وإمامنا الصادق عليه السلام في حق جده الحسين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة والضلال صدق إمامنا الصادق عليه السلام اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه صلوا على محمد وآل محمد الذي يأتي من بعد الإمام الحسين عليه السلام أجيال مجتمعات
الأمم وتقرأ الحسين وتقرأ ثورة الإمام الحسين وتتعرف عليه من جهة أنه عالم من أهل بيت العلم، ومن جهة أنه مؤمن من أهل بيت الإيمان. أبوه لما برز قيل في حقه برز الإيمان، ومن جهة هو الإنسان المتربي المتأدب بآداب هي مقطوعة النظير. علمه ليس كأي علم، ودينه وإيمانه يمثل القمة في مستوى التدين والإيمان، وخلقه يعكس على أنه تربى أفضل تربية، فهو القمة. الحسين هو القمة في كل شيء، والإمام الحسين الذي يأتي من بعده، والإمام الحسين الأجيال التي تأتي وتقرأه وتسمع عنه عليها أن ترتقي وتصعد إليه، عليها أن تأخذ منه، عليها أن تدرس أهدافه. كل الأمور في كفة، ظروف الثورة، ملابسات الأحداث، المشروع الأموي، الإسلام المزيف، الدين المغلف وهو كله غش وخداع، كل هذا في كفة. معركة الطف وحواراته واستنصاراته، ما بذله من تضحية ليس لها مثيل. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. ما قدمه يوم العاشر وما ضحى من أجله أيضا في جهة. وعندما نقرأ وندرس ونحقق ونحلل في أهدافه، الأهداف المهمة، الأهداف التي أراد بها مرما بعيد ليس لها يوم ويومين، وليس لها حد السنة والسنتين، ولا المئة والمئتين، تمتد لأكثر من 1000 سنة. أهداف ثورته، ما علاقة غاندي بالحسين؟ غاندي لا يجمعه مع الحسين دين، ليس على دينه، ليس على ملته، ليس على مذهبه. ما يجمع غاندي بالحسين العقل والفطرة. ما يجمع غاندي بالحسين هو أهداف ثورته. تعلمت من الحسين أكون مظلوما، هي مقدمة، إذا ما تكون مظلوم المقدمة تنفقد، فأنتصر. الحسين مظلوم، الحسين هو الإمام الغريب العطشان. إمامك زين العابدين يمشي في السوق يوم من الأيام فسمع رجل يصيح بصوت عالي: أنا غريب، أنا غريب. لفت نظره، راح للإمام، قال له: أنت غريب؟ قال: بلى. قال: الآن إذا وقعت ميتا هل تبقى في الشارع في الطريق؟ قال: لا، تحملني الناس، يغسلوني، يكفنوني، يدفنونني. قال له: إذن أنت ليس غريب، الغريب من بقي بلا غسل ولا تكفين. أي ظلامة مثل هاي الظلامة؟ أنتم تقولون وتعتقدون بكل الأعراف معادة الميت يحضر كل هلة، وعلى رد الصوت كلها مهرولة، هذا جايب ماي،
هذا يغسله، هذا جايب جفن، ذاك يفصله. هاي عادة ما جروها بكربل، عادة البشر بغض النظر عن دين، ماكو كل الناس تغسل تكفن تدفن. هاي عادة ما جروها بكربل، بس الحسين ما حد غسل. هاي ليش؟ هاي حتى شلون تعرفه مظلوم؟ شلون تقرأ مظلوم؟ فما قدمه وما تبعه ما يأتي من جيل ومن مجتمع يقرأ أهدافه. الحسين حقق أهداف. الحسين الآن نكتبه باختصار انتصار الدم على السيف. كيف ينتصر الدم على السيف؟ لا وجود للتكافؤ في المعركة العسكرية. قرأنا ليلة أمس من لحق بي استشهد، ثورة مدفوعة الثمن، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. القرآن يعلمنا أن الفتح يأتي إذا جاء نصر الله والفتح. الحسين يقول هناك فتح والمعركة عسكريا خاسرة. الحسين يقول هناك فتح وتقطعت أوصاله. الحسين يقول هناك فتح وفصل رأسه عن جسده وسلبت ثيابه. إذن الفتح ليس يوم العاشر، سيأتي. الحسين يقول فتح وقد سبيت عياله. هاي اخته يقول الراوي جاورت علي سنين فلم اسمع لزينب صوت، لم ارى لزينب ظل. صرت جيران العلي بن ابي طالب، يقول البيت كان ما بي امراه وهي بي امراه. هاي امكانيه قدرها، قدره التدين، ثمره المعرفه بالله وبالدين. يقول جاورت علي سنين فلم ارى لزينب ظل ولم اسمع لها صوت. الراوي عن يوم العاشر يقول الحسين يم مصرع علي الاكبر، وكان قد اثر عليه مصرع علي الاكبر، لكن يقولون ارباب المقاتل ترك مصرع علي الاكبر ورجع مسرعا الى الخيم. ليش؟ زينب خرجت بباب الخيمه، طلعت، وهذا كلش كبير عند آل البيت. فقال الكلمة التي تنقل لنا بأمانة: أخي زينب، إن خدرك أعز علي من علي وولده. فلذت كبده لما برز إليه أحدهم تغير وجه الحسين. قيل وجهك تغير، قال برز إليه من يخاف منه عليه. أبو هاي المعاني ما يعرفها بس الأبو، شلون يتأثر. لكن ترك علي الأكبر ورجع إلى زينب. خدر زينب جزء مهم جدا، وهذا اللي قال عنه في المدينة: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهم. الإمام الرضا عليه السلام كلمته إذا يقرأها واحد بقلبه تدمي قلبه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. مو مثل الناس يبكينا، لا، يجرح جفاننا. أقرح جفوننا، أسبل دموعنا، أذل عزيزنا، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. شوف يقول الكرب والبلاء إلى يوم القيامة، يوم الانقضاء. يعني شنو؟ منتبه لي لو لا شوية بالك يمي. أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. هذا منه هذا التقييم منه؟ تقييم المعصوم. أحبة المعصوم يقيم، منتبه لي لو لا هنا بالك يمي. المعصوم يقيم أنه على مثل الحسين فليبكي الباكون. هاي قضية ما يقيمها أحد، أنا وياك ما ننطيها القيمة، منتبه لي لو لا أنا وياك يمكن ما ننطيها الدرجة من التقييم، إنما المعصوم يقيم. هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام: على مثل الحسين فليبكي الباكون. إذن المعصوم هو اللي ينطيني هاي القيمة، المعصوم هو اللي ينطيني هاي الدرجة اللي خلينا اتحرك بها باتجاه الحسين. الحسين له أهداف، شيعته الموالين المحبين الذين يعتقدون به أنه إمام ومعصوم ومفترض الطاعة. هذا اللي بالزيارة هيك يقول لك: من زار الحسين عارفا، شنو عارفا بحقه؟ أنه إمام مفروض الطاعة، إمام. شيعته أحق بأهداف،
الموالون أحق بدراسة أهدافه وتحقيقها على أرض الواقع. الحسين ما فكر بنصر عسكري. الحسين يقول أن الدولة فقط خطأ والحكومة خطأ. أكو أخطاء في المجتمع، أكو أخطاء في الناس. ما الذي فرق الناس عن مسلم بن عقيل؟ فكرة زرعوها خطأ المدرسة الأموية، ثقافة بني أمية بالشارع انتشرت، أصدروا للناس هالفكرة، هاي مشت فيهم كالنار في الهشيم، أكلتهم أكل، وهي ما لنا والدخول بين السلاطين. هاي انتشرت بأيام مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل سقط الكوفة، مسلم بن عقيل أثبت أن الكوفة مو البني أمية، مسلم بن عقيل بيّن أن الكوفة مو ولاءها لآل أمية ولا تعتقد بآل أمية، سقطت وطلعت منها الكتب، وبينت لك ليلة أمس شنو سوى بظرف أيام هذا اللعين عبيد الله بن زياد. بظرف أيام استغل الوضع وفعل ما فعل. قلتنا ليلة أمس بعض الخطوات ومنها هذه الفكرة أن والدخول بين أقنع الناس أن النزاع والصراع ليس بين حق وباطل، ليس بين خير وشر، ليس بين استقامة وانحراف، ليس بين هداية وضلالة، ليس بين علم وجهل. أقنع الناس أن الصراع بين بيتين، بين عائلتين، بين عشيرتين، صراع قبلي، واثنينهم يردون السلطة، وترى من ذاك اليوم لهذا اليوم كلها تريد السلطة، فأنتم ليش تسفكون دماءكم وتعبون أنفسكم؟ هو صراع قبلي. الحسين قبل هاي القضية بخمسة أشهر يقول لم أخرج أشيرا بطرا مفسدا ظالما، يريد يقول الخروج شنو؟ بين حق وباطل. يريد يقول إحنا أهل بيت النبوة يمثلون الحق والعدل الإلهي والاستقامة والتدين، لكن هم أقنعوا الناس. ما لنا والدخول بين السلاطين، واحد أثر على الآخر، وهاي الأمور اللي ضعضعت القضية وخلت أهداف الحسين تكون بعيدة. هاي مشكلة بالناس، الناس عندها استجابة للإشاعة، الناس عندها استجابة لأي خبر تسمع. هاي مشكلة في الإنسان، أي خبر يطلع بالتلفزيون، أي خبر بالفيس بالإنترنت، أنا صدق هاي مشكلة بي. فأكو من يحلل شخصيتي، وأكو من يدرس مجتمعي، وأكو من يحطني بالميزان إنه أنا صدق الإشاعة لو ما أصدق الإشاعة، فيشوفني أصدق الإشاعة يشتغلوا يعني. ولذلك هاي نقطة حرجة. شوف الإمام الصادق شو يقول، بذل مهجته، هذا الدم العزيز، هذا النفس الأبية، هذا حسين مني وأنا، بذلها من أجل ماذا؟ ليستنقذ عبادك. منين؟ من الجهالة والضلالة. هذه التضحية من أجل استنقاذ الناس، لأن الجهل يدمر المجتمع. حتى قال أمير المؤمنين صديق المرء عقله وعدوه جهله. فهاي الفكرة اللي هي تبنوها بني أمية وأقنعوا الناس أنه صراع قبلي، الحسين بقى لآخر لحظة يأكد على أنه صراع بين الدين واللا دين، بين الإسلام الحقيقي والإسلام المزيف. ثقفوا الناس، مرنوا الناس، خذ راحتك، صلي وكذب، صوموا واسرق، حجوا وازني، سووا هذه الأعمال كلها، وخلوا الناس يتعاملون معها بتعاطي طبيعي. وهاي مشكلة. يعني أنت إذا ما تنتبه إلى خطر المخدرات مثلا، وماذا ستفعل بك، وماذا ستفعل بأجيالك، تتعامل ويا القضية كلها تفرج، تقضي عمرك تفرج، تقضي عمرك بس تدور لايكات وإعجاب ومشاهدات، تنصح جارك، انصح صديقك، أقسم لك صادق لو بيها مجال بعد ويمكن تسمعها بالتلفزيون وعلى البث المباشر، أوقف لك يم المنبر متخصص، متخصص بهذا المجال، لأذهلكم وأرعبكم بالأرقام والحالات الموجودة بسبب المخدرات. واحدة من انعكاساتها زنا المحارم، واحدة من عد، واحدة من عد. ابحثوا عن الأرقام والإحصائية اللي تقول إيش قد عدد زنا المحارم بسبب المخدرات.
لذهلتم، تصابون بالرعب. إذا يوقف متخصص الآن ويحكي لكم بالأرقام وما ستفعله المخدرات بعد أيام مو بعد سنين، لا راح ترعبون. أصلا أكو تفكير عند أهل الاختصاص، هذا سمعت من فمه إلى أذني بلا واسطة، ما أخذت منا منا، لا من فم المتخصص إلى أذني، عند فكرة بباله هو وجميع الشخصيات المتصدية. يقول اللي احنا نفكر به ونعتقد به أن المجتمع كله يتعاطى المخدرات، على الإحصائية اللي عنده، على الأرقام المذهلة اللي عنده، على الحالات المرعبة اللي عنده. وإلا بأي وقت البنت في الجامعة تبيع مخدرات؟ شلون المخدرات تطب للجامعة والبنت تبيعها؟ شلون عندك في بعض المناطق تدق الباب على بعض البيوت يطلع سبي عمره 10 سنين، بنية عمره 12 سنة تبيع لك وترجع لك هاي وين هذا؟ هاي عندك في مجتمعك، في مجتمعك. فهذا كنت تلتفت إليه، هذا نار في الهشيم، هذا يأكلك، هذا بعد 2 3 أيام يدمر حالك، مؤذي هذا ومهلك. وهذا ضمن نظام المؤامرة وضمن نظام الأزمة المفتعلة والفتنة المرتبة لك، أنه يخلوه بمجتمعك وتعب نفسك. هسه بالإنترنت تسأل، تروح لك على متخصص عسكري محقق سئلة وشوف الجواب مالت. إذن الحسين عليه السلام استنقذ الأمة من الجهل واستنقذها من الضلالة، لأن مشكلة أحبائي مشكلة معقدة حاول أن يثبتها بنو أمية في المجتمع، ولكن لم يفلحوا ببركة الحسين، لم ينجحوا بسبب الحسين، لم يتوفقوا في مشروعهم هذا بسبب دماء الحسين. بذل مهجته ليستنقذ عبادك. فأهداف الحسين وأهداف ثورة الحسين على عاتقي وعلى عاتقك، على عاتق الأجيال اللي تجي بعد الحسين. تقرأه، غاندي تعلم من الحسين، وانت واني انتبه لي شوية. بارك الله بك، خلي بالك يما. الحسين عليه السلام يريد منا أن ننظر إلى أهدافه. من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. أنت ما أدركت الحسين يوم العاشر، أنت ما شفت الحسين يوم العاشر وهو بلا ناصر ولا معين، أنت ما شفت الحسين وهو عطشان، بس فطرتك وعقلك ودينك يقول لك تعال ادرك الثأر. شنو الثأر؟ الحسين صرخته لم تتوقف ألا من ناصر ينصرنا، لأن هي ما كانت نصرة شخص يطلبها، ولا كانت نصرة حزب يريد منك تأييد، ولا كان منك يريد أصوات الانتخابات، ولا يريد منك تجمع لمال، لا. الحسين أراد نصرة للدين، نصرة لله. ألا من ناصر ينصرنا، نصرة الدين، نصرة الله عز وجل. دين محمدي لا يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف خذين. هاي الحقيقة أحبائي، هاي الحقيقة اللي يتبنوها الشيعة، وهاي الفكرة الصحيحة اللي يتبناها مذهب أهل البيت. ما يخفى، يجوزك كلام صريح راح نقوله ويأذي، يجوزك كلام بغاية الصراحة بس يحتاج لشجاعة بس مؤذي، بس سمع. من الذي يمثل مذهب أهل البيت؟ هذا سؤال جدا مهم. من الذي يمثل مذهب التشيع؟ من الذي يمثل الحسين عليه السلام؟ هذا مو جواب سهل نجاوبه بعفوية أو نجاوبه بتعصب أو نجاوبه بجهل أو نجاوبه بانتفاع أو نجاوبه بعاطفة، لا. مرات الخطيب مو يمثل المذهب في رأيه في تصرفه، يمثل نفسه، ما يمثل كل المذهب. ما أقدر أحصر أنا المذهب اليوم بخطيب، ولا أقدر أحصر المذهب برادود، ولا أقدر أحصر المذهب بشخص واحد، لا مستحيل. هذا مذهب عريق، هاي مدرسة كبيرة بنيت بالتضحيات، جهود الأئمة، وهي امتداد من علي بن أبي طالب باقية إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف لذكره الصلاة. فنحن بحقيقة يجب أن نقف على هذا المورد. اليوم أنت يضعضعك ممكن كلمة خطيب على منبر
ممكن كلمة رادود على منبر، لا، يجب أن تكون واقعي. ليش أقول لك الصراحة؟ هاي شوية يراد لها شجاعة ويراد لها تقبل. يجب أن تكون واقعي أنت. ممكن واحد ينفرد برأيه، ينطي فكرة، ينطي فرد شيء، شاعر، رادود، خطيب، مصيبة، غيرها غيرها، ممكن. بس أنت عندك أسس للمذهب، أنت عندك قواعد في هذا المذهب، عندك ثوابت في هذا المذهب، عندك المذهب اللي يمثل الإمام المعصوم اللي هو أعلى شيء، القمة. المعصوم يمثل هذا المذهب، الإمام المعصوم. شوف دعبل الخزاعي شو يقول: أئمة عدل. الله أكبر، شلون وصف؟ أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات. هو القدوة. هاي من مفاهيم وتفسير. هاي آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ال... هاي بيها ثلاث نقاط، افهمها واحفظها، هويتك دنيا وآخرة. أولا كن مودة صادقة، محبة صادقة بينك وبين أهل البيت. اثنين طاعة لهم، اطيعهم، شي قلوا لك تمشي. ثلاثة هم قدوتك في الدنيا والآخرة. ذن ثلاث نقاط رئيسية، احفظهم وحفظهم لعيالك وأديهن رسالة لأجيالك. المودة للمعصومين صادقة، تحبهم بصدق. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، طابوا بطيبتنا. كملوا يا الكلام: يفرحون ويحزنون. هاي مودة صادقة. والثانية الطاعة لهم، الطاعة لهم، أنه إمام مفترض الطاعة. والثالثة هم قدوتك بالحياة. ولذلك المعصوم يمثل الله في الأرض. الإمام المعصوم هو القمة، لازم احنا نصعد له. هو يريدنا نرتقي، هو يريدنا نفكر تفكيره. يوم العاشر يا جماعة شمر استفز المجتمع كله، الحسيني شتم الحسين يوم العاشر. مسلم بن عوسج انفعل، حط السهم بالقوس، راد يصوب نحو الحسين، قال لا 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 يا مسلم، لا أحب أن أبدأهم بقتال. تربية، ضربت لك مثال قبل شيء، خلق، خلق ما له مثيل. اجت أخت عمرو بن عبد ود، لقت أخوها عمرو بن عبد ود مقتول. من يقتل هذا؟ بطل، بطل هذا، وسعره غالي، ما تدري أبو سفيان إيش قد صرف فلوس، يلا جابه. مرتزق وذب فلوس، يا أبو فلوس، يلا جابه. وعلي بن أبي طالب قتله، اجت لقت اخوها مقتول، فانصدمت. اخوي ينقتل؟ شوي بالك يا مرج، اخوي ينقتل؟ قالوا لها ايه. قالت: الذي قتله كفء. شوف شوف، كفء، يعني مو كل واحد يقدر له. بس ايش اضافت الى كفء؟ قالت: الذي قتل اخي كفء كريم، كفء كريم. بالك يا امي حبيبي، بالك يا امي، ارجوك انتبه لي. الذي قتل اخي كفء، ما إلى كفء، وشنو كريم؟ ليش قالت هيك؟ لقت أخوها على درعة، على سيفة، على محابسة، على قلاطة، على هدومة، على كشختة، وتدري طالع كاشخ كل قوته، ونزل للمعركة ذهب وفضة وقلادة وسيف ودرع وكلهم. فباوعت، كانت العادة الطبيعية اللي ينقتل يسلبوه، ما يبقون عليه شيء، درعة، سيفة، كل شيء، وهذا طالع جاهز. أمير المؤمنين ترفع، فقالت: الذي قتل أخي كفء كريم. وأنشدت هذا البيت. أنت عمرك حياتك اسأل مع يوم تسمع أهل مقتول يمدحون قاتل؟ هم سامع أهل مقتول يمدحون قاتل؟ أنشدت بيت من الشعر، قالت: لو أن قاتل عمرا غير قاتله لكان حزني عليه دائم الأبدي، ولكن قاتله من لا يعاب به كان أبوه يدعى بيضة البلد. أنشدت بيت من الشعر، واعتزت أمام المجتمع وافتخرت أمام الناس أنه من القتل أخوها علي بن أبي طالب. هذا الحسين بن علي بن أبي طالب، الخلق حتى بالمعركة خلق، حتى بالمعارك خلق. ليش؟ لأن على عاتقه رسالة، على عاتقه مهمة كبيرة. الحسين يريد الإسلام ينجح،
الحسين يريد القرآن يتفعل. أما أنا أحب الحسين وأقرأ قرآن بس بشهر رمضان، إيش أخذت من الحسين؟ أنا أحب الحسين وغرقان بالربا، إيش أخذت من الحسين؟ أنا أحب الحسين ومن الصبح لليل ريوق غدا يعيش عشاي غيبة ونميمة، إيش أخذت من الحسين؟ ما حصلت شيء من الحسين. غاندي تعلم من الحسين. فإذا الحسين استنقذ الأمة وعالج مشكلتين مهمتين، الجهل والضلالة. لذلك أنتج الحسين، أنتج إنتاج كبير. سليمان بن صرد صحابي، إذا نريد نقول صحابي تابع، صرخة واحدة بعد 3 سنوات من مقتل الحسين، صرخة واحدة جمع 4000 نفر. قبل 3 سنوات الحسين يريد لمية، ماكو، المجتمع ميت، المجتمع منتهي، المجتمع ما عنده استجابة. الحسين يصيح على من ناصر ينصرنا، ماكو أحد. بعد 3 سنوات دخلت السنة الرابعة، صرخة واحدة من عبد صالح، شريد قيمة سليمان صحابي إنسان محترم متدين، هذا أصلا لا نسبة بينه وبين المعصوم، ماكو نسبة، لا يقاس بآل محمد أحد، ما يمكن نقيس بهم أي أحد، أئمة هدات، الله اختارهم. صرخة واحدة يم قبر الحسين 4000، وبدت الثورات من 64 للهجرة إلى 125 للهجرة، حتى طاحت دولة بني أمية، سقطت راحت انتهت وراحت حكومة بني أمية بسبب شنو؟ صرخة واحدة من صرخات الحسين. فاللي على عاتقي وعلى عاتقك أهداف ثورة الحسين، تحقيق أهداف ثورة الحسين، سول عليه الحسين، قدم اللي عليه الحسين، سوى اللي عليه، بقى اللي علي وعليك، تحمل المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول. راح ألخص لك القضية ببيتين شعر وآخذك إلى الكوفة، وخلي ملا محمد يتهيأ، بارك الله بي، خلي يتهيأ ويجي بينما أقرأ هاي الأبيات وأقرأ لك المصيبة. شوية ذهنك يمي، عقلك يمي، إن شاء الله فكرك يمي. صلوا على محمد وآل محمد. الله، ذن الأبيات احفظهن يفيدنك، خلي أولادك يحفظوهن، ذن لخصن القضية. الله، أي دم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال في الطفوف عدت، على حريم رسول الله فانتهك، رأى بأن سبيل الغي متبع، والرشد لم تدر أية سلك، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك، وقد تحكم في الإسلام طاغية، يمسي ويصبح بالفحشاء منهمك، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيدا بينهم ملكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك، فأصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. بعد اسمع البيت الآخر اللي قالت زينب وهي تخاطب أخاها: أخي أبا عبد الله، لو خيرت، هاي بعد ما رفعوا الرؤوس على الرمح ووضعوهن على الهزل، فقالت: أخي لو خيرت بين البقاء عندك، أي المكوث، أو الرحيل عنك لاخترت البقاء. يقول له: أخوي أبو علي، لو يخيروني لا، ما أعرفك، ما أسافر عنك. فمذ أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر،
رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي، إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. أبو عبلي راح يطلعوني، راح يأخذوني أسيرة، يضغطون الحبل بإيدي، بس أطلع غصبا عني، أطلع مو باختياري. إذا أطلع راح الجسد يطلع بس، ولكن روحي تبقى يمك وفكري يمك. اسمع البيت وبالك هنا يمي، تعلم بالمجالس، تعلم بالك يم الحكي، ثقف. أخي، إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. تربى تربى مشت وعيونها على حسين. أريد منك ونها. مشات مشات وعيونها على حسين. والله تربى 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 وخذت من دمع عزيز القلب. تربى تربى يا ناس الاخيت ويا الاخو. والله تربى يا تعوف شلون مرمع للوطية. يا الله، هي يا تعوف شلون مرمع لايا يا الوطي. اللي عنده حاجة واقفة، اللي عنده حاجة متعطلة، هاي المصيبة مجربة، ما طلبنا بها حاجة إلا قضيت، ما طلبنا بها شفاء مريض إلا وعوفي. بس كون الله يوفقني ويقدرني أقرأ لك المصيبة، لأن مصيبة تهد الحيل وتهز الغيور من أعماق. دخلوا بالسبايا إلى الكوفة، دخلنا بنات رسول الله إلى الكوفة، مربوطات الأيدي بالحبايا. آه، كل ما أقرأها أعتذر لمولاي صاحب الزمان، هواي مؤلمة، شوية حضر قلبك. آه آه يا ذليلات يا الوالي مشينا، ذليلات يا الوالي مشينا، نتعثر يا بعد أهل بمشينا. أرد أحضرك للمصيبة بعده، افتح قلبك اشغل بالك بيها. آه يا ترى حجاب حجاب ما خلوا علينا. أمك تمشي بالشارع، اسمعني زين، أختك تمشي بالشارع، زوجتك تمشي بالشارع ويجرون حجابها من رأسه. حجاب ما خلوا علينا، وترى بحبال خشنا مجدفين. بعد بعد ادري بيك غيور، ابن اصول، ادري بيك، ادري بيك ابن اصول، ابن جذور. اي ونصيح يا عباس ما تلحق علينا. شنو اللي صار؟ ادخلوا النساء الى الكوفة. آه يا طبة السوق يا طبة السوق، والله تهد الحيل يا طبة السوق. اسمعني شوي، شيل راسك، شيل راسك، انت مضحي، انت بذلت دمك، انت قدمت من اجل عقيدتك ومبادئك. اهل ديانة سمعوني، العالم يسمع يشاهد. ادخلوا النساء، لما طبن النساء للسوق، اكو نساء هواي ويا آل بيت رسول الله، المن زوجات الشهداء ويا الحسين،
زوجات أصحاب الحسين ذول أكثر أهاليهم بالكوفة، ذول أكثر عيالهم بالكوفة، كندة عندها عوائل ونساء، هوازن عندها نساء، مذحج عندها نساء، بني أسد عندها نساء، فذول العشائر شافوا نسوانهم ويسبي مكتفات بالحبل ويضربونهن بالسياط جردوا سيوفهم. شو تريدون؟ قالوا نريد نسائنا يطلعن من السبي، ما يبقن بالسبي. فسمع عبيد الله بن زياد خاف الفتنة، قالهم كل عشيرة خلي تطلع نسائها. قامت توقف كل عشيرة وتصيح بأسماء النسوان، والنسوان يفكون منهن الحبل ويطلعونهن. زينب تباوع يمنى ويسرى. يا زينب، اجت عشيرة كندة صاحوا نسوانها طلعوهن، اجت عشيرة مذحج صاحوا نسوانهم طلعوهن، اجت هوازن صاحوا نسوانهم طلعوهن. الامام زين العابدين مدنق راسه، الامام مدنق عليه من يباوع، يقول لاحت عيني فنظرت الى عمتي زينب تلتفت يمينا وشمالا. تقلوم الكل لا عشيرة عشيرة بس الفواط بغرب دير. مو قلت لك ما اقدر اقرا المصيبة، مو قلت لك ما اقدر اقرا المصيبة. التفتت الى زين العابدين تقول له عم شماله ان مالفون 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 وبديار غربة ضيعون. بعد ما اقدر ودعتك خليه عوفة، خليه شكتوفة، خليه يلطم على راسه، خليه داراج داراج يا زينب وين تال الدهر. اريدك بعد يلا اهل دياله سمعوا العالم. داراج بقت موحشة ومظلمة، دارج داراج عقب عباس منه الاجا. يلا عاشوري عاشوري. داراج يا زينب وين تال الدهر، بقت موحشة ومظلمة، دارج بقت موحشة ومظلمة، عقب عباس منه الاجا، عقب عباس منه الاجا. والله كنت مدللة وصرت سبية، ايه كنت مدللة وصرت سبية. متوني انادي على الظعن تاني. بويا متوني.